مرحبا، أنا سفيان عبد الرحمن تايح. انولدت في مخيم جباليا وتعلمت في مدارسه أكاديمي وعالم فيزياء ورئيس الجامعة الإسلامية في غزة. فتحية كبيرة للأخوين الأستاذ الدكتور سفيان عبد الرحمن تايح والدكتور بسام عبد الرحمن تايح، واللذين حصلا أو تم اختيارهما ضمن أفضل 2% من الباحثين على مستوى العالم. أحمل درجة الأستاذية في تخصص الفيزياء النظرية والرياضيات التطبيقية. حصلت على جائزة عبد الحميد شومان للعلماء العرب الشبان. والحقيقة ما فكرت أبداً أني أطلع برا غزة، ولسه عندي طموح وأحلام أكبر وأكبر، بس هذه الحرب شكلها مختلف تماماً. هي الأصعب والأشد على الإطلاق، والكل فيها مستهدف، وما لحقت تخلص الهدنة إلا أنه تم استهداف عمارتنا.